لازم نلاقي حل. بس عماد وليزا من قبل كيف فاتوا على البيت؟ أكيد من هذا الشباك. لازم فوت من هون إذا هداك قد الفيل وقدر يفوت. شو عم بيصير؟ ليش فوتون ما نزلت لهلا؟ عن جد شكراً مراد على كل شي عملته اليوم، وصدقني لأنه قلبك نظيف وبتحب الناس الله كمان رح يعطيك على أدنيتك. أنت لا تخاف، أكيد رح تلتقى بالبنت المناسبة ورح تحبوا بعضكم بأقرب وقت. ليك وبتقول فتون قالتها وبكرة بذكرك باللي قلته. أنا طول حياتي أموري مع الستات ممتازة، ما عندي أي شك. بس لأول مرة بتوتر قدام إنسانة وحدة. شو بدي أقول؟ شو بدي أعمل؟ وبفكر كيف لازم أتصرف قدامها لأنها قوية وحساسة كتير، والأهم إنها أقوى من كل المصاعب اللي ممكن تواجهها، وبنفس الوقت ممكن إنه نسمة هوا تأثر عليها. أنا بدي أحميها من اللي حواليها وحبها قد الدنيا. اليوم بالنسبة لإلي أحلى هدية بحصل عليها إنك تسمحي لي حبك فتون. هذا كل شي بتمنى. عندي قناعة إنه جان ماله عرفان يقدر قيمتك وماله منتبه قديش هو محظوظ. أنا لو كنت محله لجان كرمال إنه تحبيني بعمل كل شي بيطلع بإيدي. فتون لو سمحتي وقفي. مراد أنا متزوجة. بعرف، ومن أقرب صديق لإلي كمان. إيه بس بعرف كمان إنه زواجك أنت وجان شكلي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك مراد. ليكي فتون، فيكي توثقي فيني وتحكي لي كل شي بالتفصيل. مراد؟ ما بعرف شو بتقصد بحكيك بس ما في هيك شي بنوب. شو هالحكي؟ لك معقولة أنت؟ تصبح على خير.
جان؟ الحقيني فوتون! جان؟ ولك يلا تعي بسرعة! لك شو عم تساوي عندك؟ تشنج ظهري! ولك ما تضلي عم تتفرجي من عندك، تعالي وساعديني! عم تضحكي؟ لك هالمنظر! خلي حيوقفها! فوتون، مو وقت المسخرة تبعك هلأ، تعالي تعالي وساعديني لو سمحتي. خلص ماشي، جاي فورا. يلا يلا بسرعة بسرعة. ماشي. لك انت شو عم تعمل عندك؟ فهمني شو اللي فوتك من الشباك. على مهلك على مهلك على مهلك. لك اسحبيني بس على مهلك، لأنه ضهري عم بيجعني وما عاد حسيت في فوتون. ليش عم تتصرف مثل الولاد الصغار؟ صرت زلمة قد الشنطير شباك. يلا انا بورجيكي. انتبه جان، صار لك شي؟ قلي انت منيح؟ ولك شو هالسؤال السخيف تبعك؟ عم قلك ضهري تشنج. خليني ساعدك، تعال. فوتون، على مهلك على مهلك. شوي شوي، على مهلك على مهلك. عمالك دير بالك، شوي شوي انت عم ترجع على مهلك. عم بيجعني ظهر كتير فوتون. مد رجلك لشوف هيك اريح لك. انت منيح؟ شو بيعرفني، مو كتير فوتون. يعني ما بدك حكي الدكتور؟ لا لا ما بدي شي، يسلموا ايديك. كرمال الله جان، ممكن تشرح لي هلأ شو اللي فوتك من الشباك؟ بصراحة أنا طلعت لبرا لشم هوا، قام الباب تسكر علي وضليت برا، هذا اللي صار. والله شكلك كان مشغول بالك وعم تستناني برا. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ هي خلصنا فهمنا، لا تزودها كتير. جان، في عنا موضوع أكبر من وقعتك من الشباك. بعرف، سمعته. سمعته؟ إيه شو رح نساوي هلأ؟ والله ما بعرف، هو ما قال لي شي، أنا كمان من الخوف ما سألته. أكيد رفقاتك النصابين هنن اللي بيكونوا خبروه بالموضوع، وبكرة بذكرك فوتون بتشوفي. لك رفقاتي شو علاقتهم جان؟ بعدين من وين لوين لحتى يشوفوا مراد ويخبروه؟ طيب مراد منين بده يكون عارف بهالقصة يعني؟ ما بعرف، يمكن هالحكي كله منهم. هلأ شو لازم نعمل؟ فهمني. ما بده سؤال، أكيد لازم ننكر. ما أنا هذا اللي ساويته بالضبط. برافو يا بنت، عن جد برافو. متذكرة الاتفاقية يلي بيناتنا شو بتقول؟ شو بتقول؟ إذا في شخص ثالث عرف بالاتفاقية يلي بيناتنا فالاتفاقية ملغات. إيه؟ مزبوط؟ يعني من الناحية القانونية نحن الاثنين لازم نكذب هيك إشاعة. إيه كيف لكان؟ نحن اللي وقعنا على الاتفاقية هي. إيه بالضبط؟ طبعاً. وما فيهم يثبتوا أي شيء. إيه طبعاً، إيه. مو هيك؟ إيه طبعاً لكان. مراد شو قال لك بالسيارة؟ يعني عن شو انتو حكيتوا؟ شو اللي قال لك يا؟ شو قصدك جان؟ قصدي حكيتوا بخصوصك انتي، بخصوصنا نحن الاثنين، يعني شو اللي حكيتوا بالضبط؟ بصراحة أنا ومراد ما حكينا شي عنك، الحديث كان عني أنا وبس. إيه يعني؟ يعني بما معناه إنه إذا بسمح له إنه يحبني. جار إلي شو صار لك؟ قوم خليني أخدك على المشفى بقى. إذا موجوع خليني دق لأبوك. لا بدي تدقي لأبي ولا تاخدين على المشفى، ما بدي أي شي، تركيني من أبي هلأ. شو قال كمان احكي؟ هو قال إنه أنا أحلى هدية بعيد ميلاده هالسنة، ومن هالحكي هاد. أحلى هدية بعيد ميلاده؟
ولك انت شو اللي قاعده عم بتقولي؟ منتبه للكلام اللي قاعده عم تحكي، قولي لي شو قال، خلصيني يلا. كان عيد ميلاده لمراد. ليش انت ما بتعرف انه اليوم بيصادف عيد ميلاده لمراد؟ هو رفيقه. بدون لا تجننيني، ها احكي مثل الخلق، شو اللي حكاها الواطي؟ قسما بالله اذا ما بتحكي يا فتون لتشوفي. لك ايه خلص فهمنا، قال انه واحد مثلك ما بيقدر قيمتي بنوب. ليكو الواطي، ليكو ليكو هالتافه، في واحد بالدنيا كلها بيقول لمرت رفيقه انت هدية عيد ميلادي، وانا ما بعرف قيمة مرتي؟ انا بورجيك شو رح اسوي فيك يا مراد، وحسابك عندي يا تافه. معناتها نحن زواجنا شكلي، وحضرتك انت هدية عيد ميلاده للأفندي. أنا رح أورجيه الزواج الشكلي، ورح أورجيه كيف الهدايا بتكون على أصولها. أنا بكرة من الصبح من فيتي رح أتصل بهداك اللي اسمه مراد، ورح أعزمه لعنا لهون على بيتي على العشاء. وليش؟ بس كرمال إثبت له إنه زواجنا مانو شكلي مثل ما عم بيحكي. ليش أنت نسيان إنه زواجنا شكلي؟ جان شو صار له؟ رجع رجع الوجع رجع. مد رجليك لشوف، مدهم على مهلك على مهلك.